أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن عدد جديد من برنامج حكي بالون، والذي سنتوقف من خلاله اليوم للحديث عن مواضيع متعلقة بأهم القرارات التي خرج بها المكتب الفيدرالي، خصوصا ما تعلق بتأجيل الجولة 35، صداع آخر للأندية، ومصير مجهول للبطاقة الرابعة في المنافسة القارية، بما أن نهائي الرابطة بين شبيبة القبائل ونجم مقرى لم يلعب إلى غاية يومنا هذا. كما سنعاجل الحديث عن ازدواجية المناصب داخل المكتب الفيدرالي، لازال نفس الأشخاص بمنصبين، منصب في الرابطة ومنصب طبعا في المكتب الفيدرالي. والموضوع الثالث سيكون متعلق طبعا بانطلاق الميركاتو قبل نهاية البطولة، الأسباب والتداعيات، مثل ما حدث في نادي أتلتيك بارادو، مثل ما حدث في وفاق سطيف وفي نوادي أخرى، وشبيبة القبائل تعرف هجرة لبعض اللاعبين نحو البطولات الأجنبية. والجزء الرابع سيكون مخصص لنادي وداد تلمسان، العائد بقوة والعائد من بعيد بقيادة مدرب مخضرم منضبط اسمه عبد القادر عمراني. كل هذه المواضيع أخرى سنناقشها طبعا مع الإعلامي والناقد الرياضي محمد بن حملة. أهلا بك، شكرا لتلبية الدعوة. مساء الخير كمال، تحية رياضية لك للضيف الكريم والمشاهدين قناة البلاد. ويحضر معنا اليوم بصفة رئيس نادي وليس ناطق رسمي، بما أنه حاليا الرئيس الفعلي والحالي لنادي وداد تلمسان، السيد رشيد ملياني. أهلا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. هل نقول ربي يكون في عونك أم نقول مبروك عليك؟ فضلا المسؤولية مسؤولية صعبة، ترأس نادي كبير وعريق اسمه وداد تلمسان. السلام عليكم، شكرا كمال على الاستضافة، وشكرا لقناة البلاد على الاستضافة هذه، وهذه كرئيس فريق هذا يعني هذا تكليف ماهوش تشريف يعني. أكيد أكيد، يعني وضعية صعبة على الفريق و يعني عدة مشاكل في الفريق، ما راهاش تكون سهلة المهمة هذه، ماهوش سهلة تماما، مهمة صعبة وصعبة جدا، ولكن حبا للفريق قبلت هذه المهمة. يعني ترى المهمة صعبة سي ملياني؟ مهمة صعبة وصعبة جدا. والظروف اللي يعيشها الفريق حاليا خاصة الظروف المالية. هل عزوف اليوم بكل صراحة، هل عزوف ما نقولش أبناء الفريق، هل عزوف رجال المال والأعمال في مدينة تلمسان يعني غايبين اليوم على هذا الفريق، لا يولون اهتمام لهذا الفريق؟ يا ناس، هذا الفريق فاز ببطولة عربية، هذا الفريق توج بكؤوس جمهورية، هذا الفريق قدم أحسن لاعبين المنتخبات الوطنية، بمعنى اليوم هل راح تلاقي كولتور اليوم عند رجال المال والأعمال في تلمسان للاستثمار في نادي الوداد؟ ثقافة الاستثمار فريق وداد تلمسان الناس، أما أن المحيط لا يساعدهم بكل صراحة. ما أعرفش علاش المحيط يساعد هاد الناس. الفريق الآن في القسم الوطني الأول، صحيت بعد سنوات عجاب، بعد سنوات اللي فوت الفريق في الأقسام السفلى، اليوم الفريق في القسم الوطني الأول، والغياب التام تاع هاد الناس رجال الأعمال ما عاونوش الفريق ولو بقرامة للأسف. للأسف سر عودة الفريق اليوم بقيادة عبد القادر عمراني، يعني بغض النظر ابن الفريق، عودة السي عبد القادر عمراني غيرة للفريق. شوف، مدرب من احسن مدربين على الصعيد الوطني، اكيد اكيد، ياخذ لك فريق في وضعية صعيبة ومجانا، يعني مجانا نتكلم اليوم نقول للناس باللي عبد القادر عمراني راه يخدم مجانا في فريق مدينة تلمسان. هذه الأشياء تحسب على عبد القادر عمراني، ستبقى طبعا له طبعاً للتاريخ طبعا كمدرب كلاعب سابق. والوضعية الصعبة تاع الفريق اللي كان الفريق خارج 40 يوم تاع إضراب، وكان لازم عليه يعمل بريباراسيون جديدة تاع الفريق، والآن العمل تاع عبد القادر عمراني بدا، العمل بدا. قوة عمراني أين تكمن؟ في الانضباط؟ في الانضباط، تحضير التحضير. قلت لي في الكواليس تكلم مع الحارس الصوفي ضد شباب وجداد، قالوا المباراة هي مباراتك اليوم، يعني طريقة كلامه طريقة كلامه عودة عبد القادر العمراني لفريق وداد تلمسان صب الفريق يعني منهار معنويا بدنيا نفسيا،
يعني عمل جمار جبار قام به كلمه لكره على محمد بن حمد على عبد القادر عمراني هي عبك العدو الاول تاع المدرب هما النتائج صح. يعني كي يكونوا نتائج يكون المدرب مليح كي يكونوا نتائج ما كانش يقول لك مدرب ماهوش مليح عبد القادر عمراني الناس بزاف تنتقدوا على طريقه اللعب ولكن لما تشوف نتائج تاع عبد القادر عمراني ديروا لا كارير تاعو وتشوف لي تيتر اللي داهم تعرف بلي عبد القادر عمراني مدرب اللي عنده اسم وعنده اسم كبير في الساحه الكرويه نعطيك برك ان اكزومبل يا كمال كي تشوف دانيير كوب دي موند كي نشوفو باغ اكزومبل ليكيب دو فرانس دي ديشان لا فرانس كومبليت كانت كريتيكي لا مانيير دو جوي تاع ليكيب دو فرانس مي ا لا فان خرج شامبيون دي موند دونك انا قلت لك مع الاخر واش يحسب يحسب على هذا المدرب انه دا اللقب الفلاني طبعا من يشاهد ودات تيليمسان هذا الفريق الذي استطاع ان يهزم الا فرق المقدمه يعني تعادل في أشهر أوت يفوز على شباب بلوزداد يفوز في الدقائق الأخيرة يعني فريق عنده أن كاركتر عنده شخصية وعنده حضور ذهني وبدني هل يستحق أن الفريق اليوم بهذه المرتبة بكل صراحة تشوف أميري تشوف لاعبين ممتازين اليوم في كمان هي لازم تشوف لديبيو كيفاش كان دوك البداية كي تكون البداية متعطرة ومن بعد تولي عليك واعرة باش تعاود ترفض روحك باش تعاود تخرج من منطقة من منطقة الخطر هذيك تعاود ترفض ليكيب تمشيها اليوم لما تعاود تشوف عبد القادر عمراني الفريق مع عبد القادر عمراني عاود وبدا يخرج من الفرق تاع المؤخرة وعنده حظوظ اليوم باش تقدر نغلق الموضوع ندخل الموضوع آخر احنا نقص الأموال الأموال صحيح وكان كان عندنا أموال بهاد اللاعبين اللي عندنا اليوم فريق وداد تلمسان يلعب بوديوم تبقى مشكله المال مشكله التي طبعا تؤرق كل الانديه دون استثناء اردت في البدايه نبدا طبعا مع وداد تلمسان لانه بالفعل فريق كبير وفريق عريق ومدينه تستحق طبعا كل الخير هل هنالك مؤامره تحك في الخفاء ضد وداد تلمسان ما تعلق حتى بالتأجيل ما تعلق بتقديم الأسماء الأندية التي ستشارك في المنافسات القارية هذا ما سيقتل النزاهة اليوم في البطولة الوطنية لكن قبل هذا حتى نكون طبعا منصفين ونعطي حق الرد ينضم إلينا من فرنسا زوبير مخلوف هو مانجر معتمد عندما أقول زوبير مخلوف أقول الاسم الذي تم ذكره في هذا البرنامج يوم الجمعة من طرف الضيف عكاشة حمزاوي لما قال بأن زوبير مخلوف هو المتسبب في عقده مع اتحاد العاصمة لم يخذ كامل أمواله وتم خدعه من طرف هذا المانجر المعتمد لكن كل هذه التفاصيل سنسمعها أيضا في حق الرد مع زوبير مخلوف أولا مساء الخير مساء النور السلام عليكم خويا زوبير شكرا شكرا وعليكم السلام ورحمة الله خمسة على خمسة استمع إليك أعطي لك حق الرد ما جاء على لسان عكاشة حمزاوي في هذا البرنامج وفي هذه القناة فحق الرد هو حقك وليس مزيا من طرفنا كقناة أو كإعلامي أو كمقدم لهذا البرنامج فماذا يمكن أن تقول حول الاتهامات التي طالتك من عكاشة حمزاوي شكرا أخ كمال السلام عليكم السلام وعليكم السلام مع اللي في البلاطو معك شوف يا أخي أنا والله بكل صراحة كي بعثوا لي جماعة لفيديو ما كانش لي الحظ باش نشوف الميسيون تاعكم بعثوها لي يوم السبت صباح والله جيتي كما يقول لك جيتي سول الشوك باش نكون نسي نكون يعني ستركتوري باش نهضر لكم تفضل اللاعب هذا كان دار مع الاخ عبد القادر عمراني موسم جد في مولوديه بجايه موسم رائع مع الاخ عمراني اللي اشتغلت معه هنا تبادلنا في الهاتف ان كان ممكن يخرج لاوروبا او الخليج عكاشة جاء عندي للهيلتون اللي كنت ساكن فيه وتحدثنا ومضى لي عقد لمده سنتين مشينا بعدها كان اتصال مع ماديرا اللي مشيت انا الماديرا ونيغوسييت معهم يعني الكونترا تاعو سنينا في ماديرا وفوت سنة بعد سنة كانت مليحة مشى للستاج قلت له نوعدك أن العائلة تاعك نجيبها لك قال لي نمشي ستاج خصني العائلة بنتي اكسترا وعدته وقمت بالوعد تاعي بأن جيت الجزائر درت لها الفيزا وجبت سوي ديبلاسي درت لها الفيزا ومشيت معها مع بنته إلى غادي نكمل هذا كل سيتي امي فري بيرسونيل دونك لي فواياج كو جي في لونغاجمون كو جي بري افيك لوي جي لي في ا مون كونط
بعد السنة اللي مضاها في كونشات ناسيونال ماديرا كان معايا اتصال مع لونسيان بريزيدون حداد انه كان حب مدرب، وكنا في اتصال على مدرب اللي هو ألان كازانوفا نتاع تولوز، كان حاب يجيبوا الاتحاد العاصمة. بعد تكلمت معاه وما كتبش الحظ، ما كتبش المكتوب كما يقولوا ان ألان كازانوفا. معليش نبقى في اللعب سي حتى نلخص، لانه عندي يعني عصه وعندي مواضيع. معليش كان حاب يجيب عكاش حمزاوي للاتحاد العاصمة. كي جاب حمزاوي الاتحاد العاصمة جيت وكاين شاهد ان كان سكرتير جنرال نتاع الاتحاد العاصمة كان ربو حداد، كانت الانتربرات بان كان العقود بالانجليزية صح، وكان الاخ سرار صح اللي نطلب منه ان يتيمواني واش راني نهضر. معليش تفضل. تعاقدنا تفاهمنا معاه، عكاشة كان طالب مني ان يشري ابارتمون لي ماه قال لي غير ديموات سالير، كان هو النقطة اللي كنت نتفاهم معها مع الاخ ربوح صح. كي وصلنا كان معنا حكينا، قلت له الاخ اللاعب حب 10 شهور دافونس دو سالير تاع 300 مليون و لو بري الي غراتوي من ناسيونال ماديرا. كي جا العقد في اللي جابوا لو سكرتير جينيرال باش نمضيوه فيه 336 مليون، لو سكرتير جينيرال قال لي البريت هذا هاي لا غري تاع لي كوتيزاسيون، هذا البريت هذا هذا بريت قال لي لا غري لاغري يا بلافونمون تاع 27 مليون حتى ل 150 او دولا دي 150 مليون صحيح 36 مليون صح. لو كونطرا او بعثته لك يا اخي كمال. قريته امس 336 مليون اي دي بوسيير صح. كي وصل هذا قلت له مازال يا ربوح دي موا سالير، قال لي زوبير جو في لو فيرمون افكتيفمون il lui a fait un virement de 3 مليار sur son compte personnel. يكمل لا سيزون بقات له 3 موا سالير بيسكو لو كونطرا تاعو كان من لو 1 جوان 2017 و 30 جوان 2018 باختصار. كي كملنا مع ربو عيط له الطفل مازال له 3 موا سالير، قال لي زبير الا ما فين موفيز سيزون وتعرف لي فريكونطاسيون ها واش دار يعني انا باش ما نجرحش وما نوسخوش. معليش قال لي ما نمدلوش. كلمني رئيس فريق ماديرا قال لي زبير سوا يخلصوا سوا نروح للفيفا. عيطت للربوع قلت له يا اخي قلت له شوف ماش منوسخوش الكره الجزائريه، اعطي له دراهمو سينا نشوف لا فيفا اكسيتيرا. معلش قال لي زبير نمدلو دو موا وليو دو تروا. كلمت عكاشه قلت له عكاشه يمد لك تروا موا دو موا. قال لي لا انا يعطيني كاع دراهمي. يا اخي ما كاش مشكل. كلمت ربوح قلت له انا جو سوي الكونسي جو با ديسيدور. كلمت البريزيدون دو ماديرا قلت له اي فولو فوالا لا بروبوزيسيون كو يفير اكاشا. قال لي زوبير اون فالا فيفا. ايفيكتيفمون راحوا لا فيفا ناسيونال ماديرا ديبوزاو بلانت بالوسما افيك اون انديمنيتي اكسيتيرا. صحيت عيط لي ربوح قلت له ربوح ماذا بيا انا نجيك للجزائر نقعدوا في طابله. جيت اونكور ان نوتر الجزائر باختصار من فضلك. مع السكرتير جينيرال لافوكات نتاع الوسما ربوح والاخ سرار راه يسمع فيا صح. كلمت لافوكات قالت لي لا ديسيبلين الطفل الى يونيجيان دو في تري سال وفوالا. قلت لها يا اختي اذا عندكم دي بي في وفوتوهم كونسي ديسيبلين نشوفوه جيد، اذا ما فوتوش طون بي بور فو القانون هو واش يقول. قلت لها يا مدام جي اتيليزي لو مو صرار يشهد عليا. قلت لها مدام تروحوا لا فيفا وزافي اون كوكي في صحيت دكتور وقاري جي ان دكتور ديتا هنا في فرنسا. قلت لها زافي اون كوكي في ايفيكتيفمون ربوح ابري عيط لي قال لي زوبير اون تروفان تيران دونتون. قلت له لو تيران دونتون طفل حاد 3 موا تاعو. قال لي يا خويا ما نمدوش ما يستاهلهمش ها واش دار على عيني ما تخرجش في لي ديتاي. باختصار سي جوبل مخلوف لانه الوقت يداهم لي من فضلك الله يجازيك. تفضل. لا قلت لك اختي دهمني تختصر لي لماذا تم زج اسمك من طرف حمزاوي؟ لماذا الطفل او اللاعب يقول لك انا نكلع لك ربي؟ لماذا السبب هذا الخلاف بينك وبينه؟ وما هو ردك لحمزاوي حتى اغلق هذا الملف من فضلك؟ لا علاه قال لي هذه الكلمه؟ لان كلمني كي كان في الايران
صح مبلوكي. قال لي دراهمي زوبر. قلت له يا اخي انا يا رحت للايران سنيت في بلعباس تي بلوس مون افيك مون كونطرا. قلت له شوف لسما عليتي كونداني شوف ما دار الا ما داش دراهمها. انا يا اخي اقسم لك يمينا وربي وزي ربي ربي ملي في حياته ما مدلي دورو الا 10 ملايين. بعد الصبابيت جي فواياجي افيك لي لا كوميسيون تاعي ملا بادوني الى يوم من هذا مدلي 10 ملايين خلاهم عندي شاري له صبابيت بلي فوتو يعني على كل حال راني بعث لك منهم. دايلو مرتو جاي الجزائر داير واحد ان ديزان دو فواياج بين ماديرا حتى في رمضان كي جا لي فاكونس لي فاكونس ديفير. شكرا. انا راتي لافيون جي بي 1900 يورو افيك ما كارت. يعني تتاكد انك كنت المناجر تاعو يعني بان كونترا تاع سنتين ان كونترا. هو قال لك هو قال هو قال هو قال عيط لك بك عيط لك باش تجي يعني تكفل له يا اخي الوثيقه جي لو كونترا صحت كمال غدوه يكون في لابوات ميل نتاعك ولا في الواتساب نتاعك يا اخي. شكرا. اذا ماذا يمكن تقول في دقيقه لي حمزاوي؟ انا نقول له نوكل عليك ربي باسكو اللي درت الخير فيك الملح اللي كليتو عندي الملح اللي كليتو عندك نوكل ربي وكي نمشي كي نمشي انا نقابلو انا نقابلو نمشي عنده باسكو انا عندي وجه عندي وجه. شكرا. وما نستناش واش نقول يعني الناس اللي تعرفنا ونشكر يعني اللاعبين والمدربين اللي كلموني اللي يعرفوا كيفاش عايش الاخ زبير في فرنسا. شكرا. ما يستحقش دراها معك عشاء. شكرا لك سيد زبير مخلوف عطينا لك الله يعيشك. شكرا شكرا لك كامل حق الرد وللمره الالف هذا البرنامج لا يخدم اي شكرا لك ونوكل عليه ربي وما نسامحوش الا يوم القيامه. شكرا لك سيد زبير مخلوف كان هذا حق الرد حتى نكون منصفين منطقيين في طرحنا لما يتم زج باي اسم الاسماء في هذا البلاط عنده حق الرد دائما هو مكفول ليه في القانون قانونيا هذا ماشي مزيه بارك الله. شوف كامل كاين ثلاث تروا بوا الشيء اللي كان يهضر فيه سيد زوبير. كاين الحاجه الاولانيه نهار اللي تكلم لك على لافونس تاع لي دي موا باسكو الناس دوك على بالها بلي هذه لافونس هي ايليغال صحيت ما كانش اون افونس ما نقدرش نمد لك انا دراهم على دي موا اللي انت مازال ما خدمتهمش. دونك هذه ديجا الاولى وحنا مازلنا نشوفوا فيها شاك فوا في لي كلوب تاعنا مازال يتمدوا لي زافونس كاسوا لي جوار ولا لي زونترينور. هذه ديجا حاجه غير قانونيه هذه التسبيقات اللي راهي تتمد. حاجة تانية كاين عقد ممضى ما بين اللاعب وما بين المنظمة باسكو لي جوا ماشي ضامن دراهم دراهم بصح قانونيا ما كاش هذه ان ما نقدرش دوك انا نمد لك دراهم على شهر اللي انت مازال ما خدمتش. لا حمزاوي قال لك انا عيط له فقط لا وهذا واليوم زبير مخلوف يقول لك انا كيتكلم اليوم راني المانجر تاعو في عقد كيتكلم اليوم زبير مخلوف وقال لك سنتين نهار قال لك نهار اللي امضى في اتحاد العاصمه قال لك دا اون افونس تاع دي موا هذه لافونس تاع دي موا اللي ايليغال وحده. حاجة ثانيه كاين عقد درك ممضي ما بين اللاعب وما بين المانجر في العقد هذايا كاين بنود لداخل تحمي المانجر وتحمي اللاعب اللي شاف روحه لداخل باللي راهو محقور ولا لابارتي دوزيام حق راتو. دونك كاين 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 قانون تبعو طبقوا. الحاجة الثالثة لو بوان امبورطون ثاني سي النهار اللي يقول لك باللي فريق اتحاد العاصمة نحالو ثلاث اشهر هذوك قال لك باسكو كاين باسكو لو جوار هذا عنده اونيجيان دو في ماهيش مليحة وعنده دي موفاز فريكونتاسيون. دونك كاينة حاجة كاين القانون الداخلي طبق القانون الداخلي نحي للاعب هذايا جوزو في مجلس التأديبي جوزو مجلس التأديبي طبق القانون الداخلي نحي لك بصح ما نقدرش في 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 هكا في تخمام النوض نرقد النوض نقول لك لا راح نحيك تروا موا باسكو عندك اونيجيان دو في ماهيش مليحة ولا عندك موفاز فريكونتاسيون. سؤالي لك سيد ملي حتى نختم طبعا هذا الجزء اليوم هل القانون الداخلي موجود مثلا في وداد تلمسان وهل بالقانون الداخلي نستطيع ان نحافظ على مصالح الفريق؟ المصالح هي اليوم كان ليتيج لجنه المنازعات اللاعب يلعب دقيقه في العام يقدر يدي اموال تاع سنتين متتاليتين من خزينه الفريق فقط في الواط مثلا وخلي فرق اخرى. هل اليوم القانون الداخلي غايب هذه الفرق؟ قال اليوم نجيبك انايا وما ترونديني الروندمون تاعك ما يكونش مليح ما تسجلش اهداف المستوى تاعك ما يكونش يعني كما يقول لك مستقر. اليوم ما فيش قانون داخلي اليوم تمدوا اللاعبين وتعطي له كامل امواله ويروح مباشره قانون داخلي أه؟ لكن احنا الان في وجهه الانسان احنا عملنا قانون داخلي يعني منذ 4 أو 5 أشهر عملنا قانون داخلي وحنا نتمشاو بالقانون الداخلي يعني الى اللاعب يتعاقب يجي للكونسي ديسيبلين يفوت كونسي ديسيبلين افيك ان بي في يعني غدا للغدا اللاعب عنده راه هو ماضي على يمضي على عقوبته اللاعب يمضي على عقوبته يمضي على عقوبته سنه في الكره زعما محمد انا نعطيك لك حاجه تفضل. حتى في العقود مازلنا اليوم نمشيو بلي كونطرا تيب اللي يديرهم لا ليغ
دوك الوغ نورمالمون نو كاين دي كونطرا. دوك انا نقدر نخدم معاك كونطرا وتخدم انت معاك كلوب واحد اخر نوتر كونطرا، يكونوا داخل لي كلوز في الكونطرا هذا كل واحد على حساب الفريق اللي كاين على حساب اللاعب اللي راه كاين. حنا يوبليجي كل اللاعبين يمضيوا على نفس العقد، سي دي كونطرا تيب، وهذه حاجه اللي ما عندها حتى معنى. جيد محمد بن حمله، طبعا نغلق هذا الجزء، ولكن قبل هذا فقط في اتصال مع المانجر القادم والمقبل لفريق اهلي برج بوريج سيد مربي اردوان، اكد بانه المانجر الذي سيكون المانجر العام لفريق اهلي برج بوريج بانه لم يتصل بالمدرب التونسي الشادلي، وقال بانه فريق برج بوريج الموسم المقبل خياره هو المدرب المحلي. فمن هي الاطراف التي تقوم باشاعات عبر وسائل اعلاميه بان المدرب القادم للفريق الفلاني سيكون تونسي والعناني مغربي والاخر مصري وهكذا الدوري؟ هذا التفليت طبعا من مانجر عام فريق اهلي برج بوريج. ابقوا معنا لتدابوا بعيدا. من جديد نحييكم في الجزء الثاني من برنامج حكي بالون. الحديث الآن سيكون ما تعلق طبعا بقرارات المكتب الفيدرالي. الفيدرال يقول هل سيناريو الموسم الماضي قد يتكرر؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا عن تأجيل الجولة 35؟ هل هو صداع آخر للأندية للرابطة التي تسير طبعا الرابطة بالتفويض وحتى للمكتب الفيدرالي؟ محمد بن حملة، في ظن انه نهائي الكاس الرابطة لم يلعب بعدها كمل عبد النولي، ودوك القرارات اللي تخدم المكتب الفيدرالي فيما يخص الاربع الفرق المشاركه اللي راح تشارك العام المقبل في كاس رابطه ابطال افريقيا وكاس الكاف. هنا كمل، شوف في الوضعيه الوبائيه اللي رانا فيها اليوم والحالات الاستثنائيه اللي رانا نطيحوا فيهم، كاينه ماده واحده في القانون الاساسي تاع الفيدراليه هي اللي تعاود تولي كل مره، هي الماده 82. صحيح. الماده 82 هذه تتكلم لك على الحالات الغير منصوص عليها داخل القانون الاساسي للفيدراليه والظروف القاهره. احنا اليوم في ما يخص قضية تعيين الفرق الأربعة هذوما اللي يلعبوا المنافسة الإفريقية، احنا اليوم رانا أمام حالة غير منصوص عليها داخل القانون الأساسي. وشنو هي هذه الحالة؟ هي إلزامية اللي دارتها الكاف للفاف أنها تعطي لها الفرق يوم 10 أوت. جيد. وإحنا في 10 أوت راح تكون البطولة تاعنا مازال ما انتهت. صحيح. هنا واش ندير؟ هنا المكتب الفيدرالي لما يفعل هذه المادة 82 واش يقول لك؟ يقول لك في الحالات هذوما المكتب الفيدرالي هو الذي يقرر. مكتب الفيدرالي واش يدير؟ يدير اجتماع، دا الاجتماع تاعو. لكن اثر محمد اثر مقطعه، اسمح لي، هذا القرار الحل الاستثنائيه والاجتهاد من طرف اعضاء المكتب الفيدرالي لتفعيل الماده 82 سيد ملياني، ركز معي جيدا في هذه النقطه، ياتي لو اتت حاله استثنائيه والبطوله تلعب مثل ما حدث الموسم الماضي تم توقيفها في الجوله 22، لكن هذا الموسم كانت الناس بأعضاء المكتب الفيدرالي برئيس الرابطة بأعضائه برؤساء النوادي بالصحفيين بالجماهير بأنها ستلعب 38 جولة على بالي. هذا السؤال الذي احنا بصح اليوم احنا راني معاك، هذه راني معاك بصح احنا اليوم في اليوم اللي رانا فيه اليوم كنا الخميس الماضي. صحيح. في الخميس الماضي كانت لازم تفعل المادة 82 لأنك أمام حالة غير منصوص عليها. صحيح. المكتب الفيدرالي هنا يتخذ قرار قانوني على حساب المادة هذه 82، ومن بعد واش يدير؟ عندك المادة الأخرى اللي هي المادة 37 من القانون الأساسي الفيدرالية، واش تقول؟ تقول لك لما يكون اجتماع تاع المكتب الفيدرالي يكون تصويت. أكيد. دوك صرا تصويت تاع المكتب الفيدرالي، تشوف وشنو هما القرار، وشنو هو القرار اللي خدا أغلبية الأصوات، وهذاك هو القرار اللي من بعد ينشرح على موقع الفيدرالية ويقول لك بلي هذا هو القرار اللي تاخذه المكتب الفيدرالي. كاينه في نفس المادة يقول لك اون كاديغاليتي دو فوا، كيكون عندك نفس عدد الاصوات، يكون باغزومبل عندي خيارين يكون عندي نفس عدد الاصوات، يقول لك نعاود نولي للصوت تاع رئيس الفيدراليه، يقول لك اون كا ديغاليتي دو فوا لا فوا دو بريزيدون اي بريبونديرون فوالا. دونك هنا احنا قبل ما نتكلم على الجانب الرياضي لازم نتكلم على الجانب القانوني، هل القرار اللي اتخذ قانوني ام لا؟ هو القرار الذي اتخذ هو قرار قانوني. صح. الان لما نتكلموا على الجانب الرياضي هنا نفتح باب اخر. سنفتح باب اخر، لكن قبل هذا نتابع هذا التقرير الذي يفصل فيه عادل يصاف حول هذا القرار وتداعياته طبعا على الاندية وعلى المنظومة الكروية. في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بإيقاف جولات البطولة المحترفة الوطنية وتضارب المقترحات لتفادي مشاكل البرمجة والجحيم على لاعبي الأندية الجزائرية، خرج اجتماع المكتب الفيدرالي بقرارات حازمة ومفصلية باستكمال مباريات الدوري الجزائري واحتساب الترتيب وقوفا عند تاريخ 10 أوت كمرجع رسمي بالنسبة لممثلي الجزائر في المحفل القاري، حيث رسمت الرابطة تأجيل الجولة 35 إلى يوم 9 أوت عوض الثالث منها
مقابل لعب مباراة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة يوم الثالث أوت، وكذا أمام ودات لمسان يوم السادس منها. فما محل هذا التأجيل من إعرابة لغة المحترف الأول في موسم صنف بالاستثنائية؟ صعوبات بالجماء واجهت جل الفرق في لعب المباريات تحت سخونة الظروف الوبائية الحالية واستحالة إناء المنافسة منتصف أوت الداخل في ظل الامتداد الحاصل بين الأندية التي وقفت مع خيار الاستكمال ومن تريد ضمان مكان ضمن حظيرة الكبار. فإن قرار تأجيل المباريات وتسوية رزنامة الجولات هي القشة التي ستقسم ظهر الأندية والمسؤولين وتسبب وجع رأس المناصرين وتهدد صحة اللاعبين. فإن كنت يا مدوار تدرك ما تفعله بهذا القرار فتلك مصيبة، وإن لم تكن تدري فالمصيبة أعظم. يا عادل يا سيف، القضية ليست قضية عبد الكريم مدوار حتى نحمل الرجل ما لا طاقة له. القرار هو كان قرار مكتب فيدرالي سابق، والقرار كان قرار رؤساء النوادي بعد استشارة كتابية بؤتت لهم. حتى طبعا ننصف الرجل من خلال تساؤلك طبعا الأخير سيد رشيد ملياني، بكل صراحة عندما نعود 38 جولة، هل ودت تلمسان في الاستشارة الكتابية وافق على هذا القرار بكل صراحة، ولماذا؟ كيفاش تاع 38 جولة بعثوا لكم استشارة كتابية؟ طبعا وافق. لماذا وافقتم؟ إمكانية غير موجودة، 38 جولة، موسم شاق، هل كانت لكم ضغوطات بكل صراحة؟ هل لكم ضمانات من بعض كمان أنا 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 قال فوطيوا على هذا القرار بعدها؟ أنا ذاك أنا ما كنتش في المكتب، صحيت كنت غايب وكنت هذا ما دخلتش الفريق. أنا الدخول تاعي كان في جونفي 2021 اللي خديت الفريق. ترى بين المسيرين السابقين خطأوا في بالنسبة لي خطأوا نعم في الموافقة على هذا القرار تاع 38 جولة، يعني اليوم احنا خلصوا فيها. راكم تخلصوا فيها من كل نواحي، من كل نواحي، من كل ماديا رياضيا من كل نواحي. طبعا رئيس اليوم حالي لفريق ودات تلمسان، الفريق يلعب من أجل تفادي السقوط إلى القسم الثاني هوات. هل تقديم الفرق الأربعة قبل 10 أوت وماذا بعد 10 أوت كلمنا عليها يوم الجمعة الماضي سيربما يخلي ودات تلمسان رفقة الجمعية تشلف ورفقة ساري غليزان ونصرية حسين داي واتحاد بالعباس الفرق اللي راح واتحاد بالسكرة وحتى نجم مقرى متضررة من هذا القرار؟ يعني النزاهة قد تغيب النزاهة اليوم في المباريات المتبقية. لكن نتكلموا على النزاهة نتكلموا على كل الفرق، على كل فرق بارك الله فيك، ما نتكلموش على فريق ودات تلمسان. يعني كان أطراف زجت باسم ودات تلمسان، اسم ودات تلمسان تكلمت على ثلاث فرق باش يكونوا نزاهة. شكون هذه الفرق؟ فرق شبيبة القبائل وشبيبة ودات تلمسان، يواجه ودات تلمسان، شبيبة الثورة ستواجه ودات تلمسان، وفاق الصيف يواجه ودات تلمسان. صح. وكاين عدة مقابلات أخرى أخرى لأن كاين تم فرق تلعب السقوط، وهذه الفرق اللي تلعب ضد فرق اللي راهم فاكونس. صحيت. ما عندهمش اهتمام لا من بعد 10 أوت لا قبل 10 أوت. أوكان أونجو. أوكان أونجو أفون لو دي أوت وأبريل. وهاد الفرق ما جبدناهمش ما قلناش عليه. هاد الفرق انا جبت لك الفرق السماوات تاعهم شباب قسنطينة بارادو مولودية العاصمة اولمبي المدية، يعني اللي عندهم مقابلات مع الفرق اللي تلعب السقوط. هما فرق اللي تقدر تقول راهم ديجا اون فاكونس. راهم فاكونس. اه وكيفاش تكلم لي؟ شفتو محمد. نعم. وكيفاش تكلم لي انت على بطولة تقول لي تكونوا نزاهة ويلعبوا ثلاث لاعبين أساسيين، كل فريق لازم يلعب ثلاث لاعبين أساسيين وتحل الماركاتو يوم 6 أوت. معليش تسمح لي رئيس، علاش هادي تكون الماركاتو يوم 6 أوت؟ علاش سبيسيالمون ودات تلمسان؟ أنا بالنسبة لي الناس راه تشوف ودات تلمسان، أنا ما نتهمش الناس. معليش بصح أنا كرئيس فريق الآن لازم ندافع على الفريق تاعي، نقول الفريق تاعي راهم أون بوان دو مير. صحيت. نعم. مستهدف لماذا؟ مانيش عارف، كانت كاينه حسابات وفريق ودات تلمسان خلط الحسابات. الناس كانوا عاملين بلي فريق ودات تلمسان سقط، لكن العمل الجبار اللي يقوم به الطاقم الفني على راسهم السيد عمراني واللاعبين خلط الحسابات تاع كل
تاع الناس هادو الان ما صابوش واش يعملوا، راهم يقولوا الفريق هادو باش يكونوا زعما حنا الفريق فزنا على شباب الوجدات بالعرق تاعنا، رحنا فزنا في البرج بالعرق تاعنا، فزنا في سكيده وحنا الفريق اللي سكيده كيلعب المصير تاعو في سكيده، رحنا في سكيده فزنا عليه، فزنا على عين مليله بالعرق تاعنا، وعلى فزنا في الصيف فزنا على مولودية العاصمة كانت في المرتبة الأولى، يعني الفريق تاع وداد تلمسان نزيه. كل صراحة سيد ملياني كرئيس اليوم نادي وداد تلمسان، لا أريد أن أجرك للمشاكل مع لجنة الانضباط ولا حتى مع أعضاء المكتب الفيدرالي. أنا ماني سمعت واحد لا لا حاشا لا 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 أريد أطرح سؤال فقط، هل اليوم قررت المكتب الفيدرالي يعني خليني نقول لك خمت إلا في فرق المقدمة محمد بن حملة ولم تفكر في فرق المؤخرة، يعني فرق المؤخرة فلتذهب للجحيم من خلال أنا أشوف قرارات المكتب الفيدرالي يقول لك باللي الأول يلعب والثاني يلعب كأس رابطة تاع إفريقيا والثالث يلعب كأس الاتحاد الإفريقي والفائز بالكأس الرابطة يلعب كأس الكاف. كأس الكاف الآن على الكأس الرابطة وين تلعب؟ والمكتب الفيدرالي قرر يوم الخميس باش كأس يبعث الأسماء تاع الأسماء لديس ويعني الفائز بالكأس الرابطة شبيبة القبائل ولا نادي مقرى هما اللي يكونوا باش يكونوا بالقائمة تاع الأربعة، واليوم كأس الرابطة ما كانش. طبعا هذا سؤال يطرح محمد دامن فقير طبعا المشرف معي في هذا البرنامج، إن كانت في إمكانية اتصال برئيس من رؤساء فرق المؤخرة، مثلا نتحدث عن اتحاد بالسكرة، مثلا نتحدث عن نجم مقرى يقول لي أنه الهاتف مغلق، رئيس نادي اتحاد بالعباس إن كانت في إمكانية، نصر حسين داي ما فيش اليوم في نصر حسين داي من يتكلم، ما غير موجود اليوم من يتكلم باسم نصر حسين داي، اعتقد غير موجود ولا موسي اليوم يظهر للحديث او يدافع على فريق نصر حسين داي. محمد بن عملة بكل صراحة اليوم هذا القرار السير بي مثلا فصلوا في كاس رابطة ابطال افريقيا المرتبة الثانية، هل دير في كاس رابطة ابطال افريقيا شبيبة الثورة؟ يقولك حقه دير وفاق سطيف حقه، وربما بعد الجولة المدبقية بعد 10 اوت قد من يشارك كاس رابطة ابطال افريقيا يحتل المرتبة الثالثة، ومن يشارك في كاس الكاف قد يحتل المرتبة الثانية، هذا اشكال حتى مع الكاف، الكاف اليوم تقولوا هذا كلاس المرتبة الثالثة او الرابعة راه يلعب شامبيونز ليغ. لا مع الكاف يعني امر غير عادي مع الكاف ما يوقعش الاشكال، ما يوقعش الاشكال، ما يوقعش الاشكال، اسمح لي دوك نفهمك. احنا اليوم وش الشيء اللي لحقنا حتى خدينا هذا القرار وقعدنا نهضروا على هذا القرار ونناقشوا في هذا القرار؟ أكيد. هو صيغه تاع البطوله تاعنا اللي رانا ب 18 ب 20 فريق و 38 جوله. أكيد. لكن اليوم كما يقول لك اوني ديفون لو فات اكومبلي، رانا قدام الامر الواقع. صحيح. الامر الواقع اللي رانا فيه اليوم هو انك لازم يوم 10 اوت لازم يكونوا عندك الاربع الفرق تاعك، كان لازم يتاخذ القرار، ما عندكش حل اخر، والقرار هذاك باش تاخده راهو يخص فقط الفرق تاع المقدمه اللي رايحه تشارك في المنافسه الافريقيه تاع المؤخره، راك راح تهضر عليها وتكمل عليها في الجولات اللي رايحه تجي من بعد 10 اوت. صح. باسكو علاش اليوم انا قلت لك راك ديفون لو فاتا كومبلي، راك قدام امر واقع حطتك فيه الكاف. صحيح. يخليك لازم عليك تاخذ قرار فيما يخص الفرق المشاركه، ما عندكش وضعيه اخرى اللي تجبرك انك تحوس على فرق المؤخره. كانت فيه ان ديكلاراسيون قريتها تاع سي عبد الكريم مدور اللي يقول لك باللي في الجولات الاخيره راح ينفرضوا على هالفرق انه يلعب 8 لاعبين من الفريق الاول ما يلعبش الفريق الرابع. لكن رئيس وداد تلمسان طرح اشكاليه مهمه، تلعب ضد وداد تلمسان تكرر اسماوات تاع الفريق. لا بصح اسمح لي رئيس، لا بصح اسمح لي هو كيهضر. لا الله يجازك هو كيهضر، هضر هو قال ثلاث فرق شبيبه القبائل شبيبه الثوره وفاق سطيف، هذه الفرق تاع وداد تلمسان. بصح ما نقدرش انا نجبر، انا كرئيس نقول باللي الفريق تاعي هو راه مستهدف. بصح الرئيس اسمح لي ما نقدرش نجبر ثلاث فرق فقط انها تلعب 8 لاعبين، يا نجبر ال 20 فريق يا ما نجبر حتى فريق. البطوله الوطنيه فيها اليوم حوار مدور اللي قراته، انا قراته ايضا جيدا. يتحدث على لسان ليس مدور رئيس رابطه بالتفويض بل الرئيس الفعلي والمعنوي لفريق جمعيه شنو ما يقدرش، لكن من خلال الحوار لا على بالي عندما فهمتك. تطالب بالنزاهة من ثلاث فرق، قال لست مدافع عن الفرق، انا اقول كلمة حق ولا اخشى في قول الحق لو متى لعب، لما تذكر ثلاث فرق ستواجه وداد تلمسان، يعني انت لا تتحدث كرئيس رابطة يعني مسؤول على كل النوادي، انت تتحدث
كمحب وكرئيس لفريق جمعيه هنا نعاود نولي ولا ديكلاراسيون اللي كانت كبراتيكوم كيما هذه تاع العام اللي فات تاع زوتشي نهار اللي كانت الرئيس السابق الفيدراليه نهار اللي كانت لافير تاع تحبس البطوله ولا ما تحبس البطوله وين قال لك انا ليا لو كان تحبس البطوله ما نمدوش لو تيتر اللي راهو برمي دونك ما تقدرش تهضر انت يا بصفتك رئيس رابطه ولابس لا كاسكيت تاع رئيس فريق واللي عندك اشكال تدعو للنزاهه هذا امر نثمنه ياسر مفروغ منه انك تدعو للنزاهه وتدعو للعب كل مباراه طبعا بنزاهه وبي شرط حاجه باينه دوك حنا مع النزاهه بارك الله فيك ياسر دوك كامل انا كامل دوك انا الى نوبليجي كامل الفرق نتبع نطبق عليهم حاجه نطبق على كامل الفرق اوكي بصح الا نطبق على فرق ما نطبقش وما طبقش هو طالبه لا ووجه نداء وي انا نقول لك انا اون جينيرال دوك الا نجي ندير حاجه انا ولا ناخذ قرار ولا ندير بروبوزيشن الا راح ندير بروبوزيشن على 3 كلوب ولا 4 كلوب حاجه اذا راح ندير لي بروبوزيشن على لي 20 كلوب سي اوتر شوز دوك انا لازم نكون فاري بروبوزيشن ولا نعطيك حاجه على ال 20 فريق ماشي على الفريق الفلاني اللي انا باج ما نفهمش معاه ولا الفريق الفلاني اللي هو راهو اون كونكورونس على الهبطه مع الفريق اللي كنت انا رئيس تاعو ولا نو ما تقدرش تمشي هكا دونك انا يا راني رئيس رابطه جو جير لو شامبيونال اللي فيه 20 كلوب جو جير با ان شامبيونال اللي فيه ان كلوب طبعا اكثر التفاصيل حتى نعطي لكل الفرق حقها اتصلنا برئيس اتحاد بسكرا يقول لي لا يرد على الهاتف بالناصر الهاتف مغلق نفشي الاتحاد بالعباس في جمعيه شلف من يتحدث ايضا ما فيش من يتحدث بعد ذهاب مدور كرئيس رابطه محترفه عاد ربما سامر جاوي كان في امكانيه كمدرب حتى هو ايضا يتحدث ويدافع في جمعيه شلف شداد بن صيد رئيس جمعيه امل املي لا اهلا بك شكرا التواجد معنا في برنامج احكي بالون بكل صراحه شداد ما تعليقك اليوم على قرارات مكتب فيدرالي فكروا الى في فرق المقدمه وما فكروش في فرق المؤخره هذا من جهه ومن جهة تانية بعد 10 أوت بعد الفرق اللي راح تقدموهم أو تقدموهم للمكتب الفيدرالي للكاف اللي راح يشاركوا في المنافسة القارية يعني ربما ستفتح سوق موازية لترتيب المباريات وقد تتآمر فرق على فريق لإسقاطه إلى الرابطة الثانية تعليقك سيد بن سيد والله السلام عليكم الأخ كمان وعليكم السلام والله كما قلت الاخ خموا غير على الفرق تاع المقدمه ما خموش على الفرق تاع المؤخره كما قلت بعد 10 اوت شحال يصرف في البطوله خاصه في منطقه تاع الخطر تاع الانديه اللي تصارع على البقاء صحيح اللي شارك في كاس افريقيا الاول والثاني والثالث اوتوماتيكمون راح يخشوا فاكونس اللي تحتهم اوتوماتيكمون راح يخشوا فاكونس وتبقى الفرق اللي تصارع على البقاء وش هو الدور تاعها الان عينا نفهموه هي اللي يظل لي قرار خاطئ بالنسبه لي انا هذا قرار خاطئ بكل الصراحه كيف ستكون وما هي قراءتك طبعا بن سيد شداد طبعا للجولات المتبقيه بعد 10 اوت بكل صراحه والله كيف قلت لك بعد 10 اوت راح نشوفوا فضيحه في البطوله الوطنيه انا نقولها ونعاودها راح نشوفوا فضيحه في البطوله الوطنيه اللي بروس لي زيكيب راح يخشوا فاكونس طبعا نداءك طبعا 10 ولا 11 ليكيب ولا 12 ليكيب حتخش فاكونس بن صيد بكل صراحه ما هي رئيس وداد تلمسان السيد رشيد ملياني طبعا هو ايضا من الفرق المعنيه والمهدده طبعا بالسقوط هل ترى اليوم بانه اعضاء المكتب الفيدرالي بقياده رئيسه طبعا شرف الدين عماره أخطأوا في التفكير إلى ما تعلق بالمنافسة القارية ولم يفكروا بتاتا بأنه فيه كأس رابطة يا ناس نهاية كأس رابطة من سيشارك في المرتبة الرابعة أو من سيكون مشارك البطاقة الرابعة لمنافسة الكاف شبيبة القبائل وصل النهائي من حقه النجم مقرى من حقه وحتى اتحاد العاصمة يقول لك أنا محتل المرتبة الرابعة والنهائي تاع كأس رابطة ما لم يلعب من حقه أيضا يشارك كأس رابطة تعليقك. من حق الفرق راح تنتشط النهائي في زوج شباب القبائل ونجم مقرى من حقه باه يشاركوا والرابع ثاني من حقه باه يشارك بصح بعد واش وقت احنا نسمعوا احنا باللي راح يشارك الرابع هذا وقت احنا نلعبوا فيه والبطوله مازالها يلعبوا 35 جوري ومن بعد يقول لك نخيروا اللي حيلعبوا اللي قلت لك راح تصرا بعد 10 اوت راح يصراوا فضائح كبيره في البطوله الوطنيه ومتاكد على الكلام هذا بن سيد شداد بارك الله فيك شكرا لك على المشاركه معنا بارك الله فيك شكرا رئيس فريق جمعيه امل الملا سيد ملياني بالفعل اشكال اخر محمد بن حمله حتى فكروا في فرق المقدمه اليوم شبيبة القبائل منشط نهائي كأس الكاف قد يفوز بكأس الرابطة هل تمنعوني المشاركة في نجم مقرى قد يفوز بكأس الرابطة من حقه مشاركة تاريخية تبقى له التاريخ في كأس الكاف
اتحاد العاصمه مرتبه رابعه ونهائي كاس الرابطه لم يلعب، وش تقول له؟ من حقه يشارك في منافسه الكاف. القرار اليوم الذي اتخذ هو انه اللي يدي كاس الرابطه المحترفه هو اللي رايح يلعب، هو اللي حيلعب كاس الكاف. حتى الساعه الوقت اللي رانا نتكلموا فيه اليوم هو القرار الرسمي واللي اخذوا المكتب الفيدرالي. سمعت انا ان ديكلاراسيون تاع اومامار يقول لك باللي ما يش راح نقدروا نلعبوا لا فينال تاع لا كوب، هذه لا كوب لا ليغ افون لو دي اوت، دونك دون سو كا راح نروحوا للرابع اللي هو في الكلاسمون يكون الرابع هو اللي يلعب كوب دلاكا. انا اعطيني على اي سند قانوني راك رايح تعاود تبدل القرار الاول باش تعاود تروح للقرار الثاني؟ انا هذا هو السؤال اللي حبيت نطرحه. هل خطا اليوم في اقامه هذه الكاس كاس الرابطه؟ لا ماهوش خطا في اقامه كاس الرابطه، الخطا هو في الـ في الـ في الروتار في, في التاخير اللي باش بروغرامينا لا فينال تاع لا كوب دلاليغ. علاش ما لعبوش نهائي كاس الرابطه يوم التعاود؟ باسكو هما واش داروا لا ديسيزيون دركا اللي خداوها هو انه اسمح لي الرئيس كاس الرابطه تلعب 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 يوم التعاود، ما كان حتى حد اللي تقدر تمنع انها تلعب يوم التعاود. علاه ما تتلعبش يوم التعاود؟ لان القبائل عندها مباراتين متاخرتين تلعب يوم السادس وتلعب صح. يوم وش اللي كان بارك الله فيك واش اللي كان يمنع انك تبروغراميها بيان افون لو 9 اوت؟ عليه كنا عطلنا كامل هذا الوقت باش خلينا حتى لا ديرنيير مينوت باش من بعد كي نطيحوا قدام لا ديسيزيون تاع لا كاف اللي تقول لك اعطيهم لي افون لو 10 نعشيهم بعدا نجريو، انت تاخذ قرار ومن بعد ما نجي ناخذ قرار اخر. اليوم كمال الوقت اللي رانا فيه القرار الرسمي اللي خداه المكتب الفيدرالي هو انه المشارك الثاني في كاس الكاف هو اللي الفائز بكاس الرابطه المحترفه. اومامير نهار اللي هضر وقال باللي يا بوسيبيليتي انه لا فينال ما تتلعبش دونك لو كات دون سو كان عاودوا نوليو لو كاتريام. اخويا فهمنا على اي اساس سيد رشيد ملي حتى نختم هذا النقاش او الجزء هذا لازم نهائي كاس الرابطه يلعب يوم التعاود ترى هذا لازم لابد ان يكون هذا القرار هذا قرار المكتب الفيدرالي طبعا ماهوش قرار تاعنا هذا قرار المكتب الفيدرالي للحديث بقيه خصوصا ما تعلق بازدواجيه المناصب رؤساء الرابطات لا زالوا اعضاء في المكتب الفيدرالي عاد غوتي رئيس رابطه ام البواقي الذي استقال وفضل ان يكون رئيس رابطه عوض ان يكون عضوا أو عضو نقول في المكتب الفيدرالي. ابقوا معنا تدابوا بعيدا. من جديد نحييكم في الجزء الثالث من برنامج حكي بالون. الحديث لازال مستمرا متواصلا حول ماذا بعد 10 أوت، ماذا بعد تقديم الأندية التي ستشارك في المنافسة القارية، ماذا عن قرارة المكتب الفيدرالي الذي ربما فكر وخمم تخمام ربما كان إلا على فرق المقدمة ونسي أو تناسى ما تعلق بفرق المؤخرة، ولكنه حدث له ما لم يكن في الحسبان. البطاقة الرابعة في المزاد، هل اتحاد العاصمة هو من سيشارك في المنافسة الكاف أم ستكون قرعة بين شبيبة القبائل ونجم قرى؟ وإن كان هذه القرعة ما هو السند القانوني الذي سيستند إليه المكتب الفيدرالي في اتخاذ القرارات مثل البليوف؟ اتخاذ قرار في وسط المنافسة هذا أمر يعني أمر غريب لا يحدث إلا عندنا. محمد بن حملة دون حتى الحديث عن أخطاء تحكيمية أيضا ساهمت في ظلم فريق واتسلي وحرمته من الصعود. شوف الاخطاء التحكيميه كامل اخطاء تحكيميه تكون كانت وكاينه ورايحه تبقى تكون دائما. الا نشفى واحد الخطره ديكلاراسيون تاع كولينا لاربيت ايطاليا نهار اللي قالهم لاربيت المليح ماشي اللي ما يديرش لي زيرور اللي يدير لو موان ديرور دونك لي زيرور كاين تبقى حاجه نفتح القوس سما تهبطني نهبط تقول لي الحاكم انسان لا اسمح لي تحرمني من الصعود وتقول لي الحاكم انسان تنحي لي كاس جمهوريه وتقول لي الحاكم انسان تحرمني من وصول النهائي وتقول لي الحاكم انسان خليني كاين اخطاء لابد ان تكون عقوبات قاسيه وصارمه. خلينا نكمل لك الفكره. معليش معليش محمد معليش قلت لك قلت كاين خطرات وين يكونوا اخطاء الاخطاء يكونوا ولكن لما تكون اخطاء وتشوفها انتيا اون طونك سي اف ا كوميسيون فيدرال داربيتراج تشوفها باللي هذه الاخطاء متعمده هنا وين لازم انتيا تي برون لينيسياتيف وتاخذ القرارات اللي يعطيهم لك القانون تاعك اون طونك سي اف ا. نلا سي اف ا ما راهي تاخذ حتى قرارات صحيت جوسكا مانتنون بعد واش يدير ياخذ لك قرار يقول لك حط الاخر في الفريغو سمانه سمانه الجايه تعاود ترد تعاود تشوف فيه تعاود تبدا لكن يجيبوا الفريغو داروهم ماتش عاود رجعوا فوالا عاود يولي الفريغو دونك سي سا هادو هما اللي ما عندها هادو هما القرارات اللي ما عندها حتى معنى. الحكم حكم يدير في الموسم 6 الى 7 8 مباريات لفريق معين منذ 3 الى 4 سنوات لكن لا احد يتحرك حتى مشكلتنا اليوم في الاعلام
لغة الإحصائيات، لغة الأرقام لا نولي لها اهتمام. لو جينا اليوم في كل بلاطوهات نديروا كما يقول لك الإحصائيات، هذا الحكم شحال أضر من المباراة، ولماذا هذا الفريق بالذات، وهذا اللاعب شحال الرودمون تاعو، وشحال اللانوت تاعو، وشحال التمريرات تاعو، تأكدوا بأننا سنساهم في تطوير المنظومة الكروية. نبقى هنا بعيدين كل البعد. نتذكر حدوش الحيوه بالمناسبة قام بلانيشاتيف رفقة رضا ماتام تاع تكوين الصحفيين للمدربين لكي نتحدث بلغة الأرقام بلغة الإحصائيات، ولكن المبادرة لم تلقى اهتماما من طرفنا كأسرة إعلامية وحتى من طرف المدربين. تعليقك سيد ملياني. أنا لا نتكلم على النزاعة تاع المقابلات، نتكلم على نزاعة التحكيم. هذا هو الإشكال. ونتكلم على الفريق تاعي اللي كنا مظلومين كثير هذا الموسم في التحكيم. شوف مقابلة بارادو، يعني الانهزام تاعنا كان ما مدروس، يعني ضربة جزاء وعاد ضربة جزاء يصدها لها الحاكم خمس دقائق من بعد الحاكم يطرد لك في الشوط الأول، هذه وسط الميدان يطرد لك بطاقة حمراء، خمس بطاقات صفراء. تشوف باللي يعني تشوف المقابلة. نقول لك حاجة سي كمال، تفضل. واش كان سجلنا الهدف التعادل في الدقيقة 90 كان ربما هل الحكم تم معاقبته؟ هل قمتم بتقرير دونتو تقرير؟ قدمنا تقرير. ماذا؟ ما عدناش الحكم. شكون اللي حضر المباراة؟ سينسيب هو الذي أدار مباراة. كان كما قلت كان في الفريجيدار، جابوه لنا عاود هادر جابوا لها الفريجيدار. معنا نقول انت عاود الى الثلاجة. طبعا سيد ملياني، طبعا هذا الامر المضحك والمبكي طبعا في منظومة كرة القدم. سيد عز الدين بن ناصر رئيس النجم مقرى، اولا مساء الخير. مساء الخير ليك وكل المشاهدين الكرام وضيوف الكرام. شكرا حبيبي عز الدين بن ناصر. بكل صراحة نهائي كأس الرابطة لم يفصل في موعده أولا، حديث أيضا عن أنه صاحب المرتبة الرابعة هو الذي سيشارك في منافسة الكاف، وحديث عن قرعة، وحديث عن شرعية تاريخية الفريق لما اللي يشارك في المنافسة القارية هو اللي راح يشارك، ونجم مقرى مستثنى من هذه الخلبطة خلينا نقول لك، رغم أنه سينشط نهائي وقد يفوز ربما بنهائي ويمني النفس بمشاركة تبقى لك للتاريخ وتبقى لمدينة مقرى في التاريخ مشاركة في منافسة الكاف. تعليقك. طبعا ولا نقدر نحكي كما يقولوا من ناحية القانونية أو من ناحية يعني المصادر الرسمية بأن الرابطة يعني أو الاتحادية رسلت الوزارة أو وزارة الشباب والرياضة وكذلك السلطات العليا للبلاد باهي برجو المقابلة يوم 10 أوت هذا. رغم أن كانت هناك يعني أعطاه يعني هناك برمجة أخرى غير هذه 5 جويلية 30 31 جويلية وغيرها من اللي أعطاه الفيت، ولكن أكيد لحد الآن ما كانش يعني مصدر رسمي. أكيد مصدر رسمي يعني لحد الآن يوم 10 ما زال يعني ما رجعتش الوزارة الوصية كذلك البرمجة تاع المقابلة هذه، لأن احنا نتكلموا ما نتكلموش فيسبوك وما نتكلموش كذلك أكيد 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 مجرد أحاديث يعني تاع شارع وفيسبوك وغيرها. احنا عدنا كما يقولوا نفس الحضور مع شباب القبائل ولما لم نديو كأس الجمهورية أو كأس الرابطة هذه، لأننا احنا رانا فريق لحد الآن في مرحلة العودة ما انهزمناش إلا في مقابلات قليلة جدا، فزنا على جل الفرق هذه الكبيرة، صرنا في خارج ميداننا سواء في بالوزداد في الدقيقة 95 خسرنا في شبكة القبائل وضرب الجزاء، وخسرنا في الثورة تعرفوا كيف خسرنا في الدقيقة 90 يعني بهدف رغم أننا كانت هناك زوج ضربات جزاء لنا. يعني الفريق اللي راهو أدى باركور يعني مشوار ممتاز جدا في مرحلة العودة، والإقصاءات بتاع كأس الجمهورية للفرق العريقة هذه فرق الشركات الكبرى اللي خسيناها. أنا عدنا حضور كامل شركات كبرى وعدنا طموح كبير بأن تحصلوا على الكأس هذه 50-50 مع شبكة القبائل رغم التاريخ ورغم كذا، ولكن التاريخ ولا غيرها مموش ولا راح يلعب يوم المقابلة جيد. لأن المقابلة حتلعب في الميدان وراح يكون جيد. الفريق اللي راح يكون محضر مليح واللي راح يكون
بنهار وهو اللي راح يتحط على الكأس هذه. سيد عز الدين بن نصر، عجبتني هذه المقولة تاع قسينا الشركات الكبرى من منافسات كأس الرابطة، لو يتم ربما استشارتكم رفقة شبيبة القبائل بربما قرعة، من يخرج في القرعة هو اللي يشارك في منافسة الكاس الكأس الكاف الكأس عفوا الكاف قبل ترشيد نهائي الرابطة، هل ستقبلون بالقرار هذا الشق؟ وشق ثاني اسمح لي، وشق ثاني، هل يملك نجم مقرى الإمكانات المادية في حالة مشاركته الموسم المقبل في المنافسة القارية؟ جاوبني بكل صراحة. الله يجزيك. الشرط الشطر الأول احنا نتمناه أدنى نلعبوا الكأس، لماذا؟ لأن صحيح حلاوة تاع المشاركة هي أنك تفوز بكأس الرابطة، هذه الهدف الأساسي تاعنا نلعبوا قبل، لأن هذا مجرد مقابلة، يعني مقابلة تاع 90 دقيقة راح تجرى في يوم واحد. جيد. ولما لا تبرمج يوم 12 مثلا، احنا نلعبوا 9 تبرمج ولا 12 ولا 13 مثلا أوت، ونلعبوا المقابلة هذه قبل 15 أوت اللي مبرمج به يمدوا هذه اللي راحين يتأهلوا. بالنسبة لنا احنا 10 أوت سيد بن نصر، آخر موعد هو 10 أوت. طبعا ممكن نلعبوا 12 ممكن نلعبوا 13، لأن حتى 15 أوت تقدر تمد المشاركين وغيرها ممكن. جيد. كما راهم يقولوا كاين كلام نتاع تاع 3 وتاع 4 وتاع كذا يروحوا هذا نتاع الترتيب وكذا، قادرين راهم يقولوا كذلك، راهم ادوا الاتحاديه طلبت من الكاف باه يمدوا لها تاع اللي مدوا اللي راح يمثلوا الجزائر راح يمدوهم كذلك حتى 15 اوت نفس الاحاديث اللي راه تجرى كذلك. يعني احنا نتمناو تجرى كاس اولا احسن، ويتعين اللي راح يمثلنا في كأس الكاف ميدانيا، في الميدان هو اللي راح يمثلنا. احنا ما نهابوا حتى واحد، لان اذا قدرنا نربحوا نربحوا نروحوا نمثلوا الجزائر في كأس الكاف، واذا ما قدرناش نلعبوا عادي جدا في الجزائر الحمد لله. جيد سيد بن ناصر، تمني نفس الامكانيات كل الفرق الجزائريه طبعا، شوف مثلا الا الفرق اللي عندها شركات كبرى في الجزائر، شركات اللي راهي تمولها لكن اللي راهي مرتاحه مثلا من جزائر، لكن عفوا الفرق الاخرى انظر مثلا وفاق ستيف شايف كاس الاتحاد او كاس الاتحاد او شبكه البابير وغيرها، مش عندهاش امكانيات ضخمه اللي كيما موجوده، وان شاء الله احنا نفكروا في 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 بالعقل بارك، وراح يكون ان شاء الله امور سيد بن نصر قريب العاجل ان شاء الله. ولكن استفدتم ايضا من بعض التمويلات من طرف بعض الممولين بعد التاهل لنهائي كاس الرابطه؟ طبعا ما يقبلكش ان الباركور اللي درناه كذلك خلى النظره نتاع الناس للنجم مقرى تتغير، يعني تتغير من جميع النواحي، خاصه من ناحيه اننا نؤدي في مقابلات في المستوى ده، يعني بشهاده الجميع اننا نلعبوا كره نظيفه ونلعبوا كره ممتازه ونلعبوا بالامكانيات اللي موجوده عندنا، خلات كل الناس تنظر لنا. شكرا. كذلك السيد الوالي مشكور كذلك جلاوي اللي دار مجهودات جباره في الميدان هذا وعاوننا كثير، وعندنا مثلا لاباس بها، كذلك عندنا دي سبونسور اخرين اللي راح يكونوا بدايه الموسم هذا ان شاء الله، اللي راح بالمتاعي تاعنا ومتاعي غيرها ان شاء الله بيكون الفريق هذا في اريحيه من ناحيه من الجانب المالي، لان ما يخبركش احنا ماناش كيما الفرق هذه اللي تمشي باختصار من فضلك ولا 80 ولا 70 مليار وكذا، احنا قادرين نمشيو الموسم تاعنا ب 20 حتى 25 مليار باريحيه تامه. على كل هذا طبعا ما تعلق بسؤالي، ماذا بعد 10 اوت؟ ماذا عن مصير الانديه؟ شكرا لك السيد عز الدين بن ناصر رئيس نجم مقرى على التدخل معنا، حتى نعطي الفرصه طبعا لكل رؤساء النوادي. هو يؤكد على 15-13 أوت، ولكن نذكر بأن 10 أوت آخر أجل رسمياً لتقديم السيد بن ناصر الفرق التي ستشارك المنافسة القارية. أش أقول لك، هو كرئيس فريق مغرى يقول لك يعني عنده أوش عنده معلومات باللي ربما عنده معلومات، قال لك ربما معلومات، قال لك تمت مراسلة السلطات الوصية والسلطات العليا، لكن هذا ماهوش نهاية كأس الجمهورية باش نكونوا منصفين مع بصح بيان سور هنا هنا حتى وإذا كأس الجمهورية النهائي رئاسة الجمهورية التي تتكفل بموعد بالتنظيم بتاريخ نهاية كأس الجمهورية. كأس الرابطة إشكال آخر، بإمكانك أنك حنا ديجا درنا تاريخه في أي وقت. حنا هنا درنا كأس الرابطة هذه المحترفة باش نقصوا ديجا علينا لو نومبر تاع لي ماتش اللي كاين باش نقدروا نكملوها في وقت قصير باش نقدروا 38 جولة يا محمد كل شهر 38 جولة تفكر في كأس الرابطة.
الرابطه وتفكر خير خير من كمال. احنا هذه داروها باسكو علاش باش تروح دير كوب دالجيري لازم تيماري من لي برومي تور كامل حتى الفوق، وحنا على بالك باللي لي ديفيزيون كامل اللي من تحت ما كانش ماهمش يلعبوا، دونك ما تقدرش تبدا من لي برومي تور كامل وتجي طالع. دونك واش داروا؟ داروا هذه صح سمعنا في دور ربع نهائي فرق كانت قادره تدي كاس الجمهوريه بصح تما لعبت مباريات الذهاب ومباريات العوده لم تلعبها، ربما حرمت اتحاد بسكراب الوصول النهائي، حرمت وداد بوفالي كامل، حرمت اتليتيك بارادو في الوصول النهائي، حرمت اهلي برج بوريت في الوصول النهائي، حرمت ويفاك ستيف كامل باش نشوف كامل باش نمدو لا وزيد اسمح لي حاجه باش نمدو على هذا البوان باش نمدو لكل واحد حقه. لتما نهار اللي حبست لاكوب دالجيري وحبست الشامبيونا سيكو لي ستاد كانوا كامل مغلوقين، لي صال كامل مغلوقين، لا سيكو لا صال كان تاجيل يتم تاجيلها الموسم بون. انا نحكيك انا كي حبست لتما حبست لتما باسكو ما كان كان حتى وسيله انك تورغانيزي هذوك لي ماتش. جيد الان الى موضوع متعلق طبعا بازدواجيه المناصب داخل المكتب الفيدرالي، لا زالت تراوح مكانها رؤساء رابطات لا زالوا كأعضاء، عمر بهلول مثلا العضو البارز، بن حمزة، أوكالي، أوكالي زد ذكرني بأسماء محمد، كاين كاين بهلول أوكالي منصوري طويل وبن حمزة لا زالوا في نفس طبعا في المكتب الفيدرالي وعلى مستوى هل نقول ندوس في القوانين في ازدواجية المناصب بما أن القرار يعني تم تفعيله من طرف وزارة الشباب والرياضة؟ شوف كامل أعطيني زوج دقائق نفهم وش كاين كامل. تفضل نخرج المرسوم هذا يا 21-60 هذا اللي خرج في عام 2021 هو مكمل لمرسوم آخر كان في 2015 هو 15-340 كي تروح لا ديرنيير لين اللي كاين في هذا المرسوم السطر الاخير واش يقول لك؟ يقول لك هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ في اليوم اللي يخرج فيه في الجريده الرسميه، خرج في الجريده الرسميه يوم 8 فيفري، يعني في 8 فيفري هذا لو دوكري راه ولا نتعاملوا به. يقول لك في الدوكري هذا واش يقول لك؟ يقول لك باللي باش تخرج انت باش يكون عندك باش تنحي ازدواجيه المناصب هذه يكون عندك شهر في يدك، يعني كي دير الجمعيه العامه نتكلموا اليوم على الفيدراليه، كي دير الجمعيه العامه الانتخابيه تاع الفيدراليه يوم 15 افريل عندك حتى ال 15 ماي الناس اللي راهي معنيه بالازدواجيه لازم عليها تخير ما بين المكتب الفيدرالي او الرابطه الولائيه. كاين عضوين هما اللي خيروا اللي هما رئيس الفيدراليه شرف الدين عماره اللي استقال من المنصب تاعو كرئيس مجلس الاداره لفريق شباب بلوزداد، وكاين محمد غوتي اللي استقال من المكتب الفيدرالي وقعد على مستوى رابطه ام البواقي. اليوم حنا اليوم رانا في 2 اوت، انا من 15 ماي حتى 2 اوت هاد الرؤساء اللي هما اللي راهم منا ومنا عندهم ازدواجيه المناصب اللي هما بهلول وكالي منصوري طويل وبن حمزه، راك اليوم راك دون جين سيتياسيون ايليغال او نيفو دو بيرو فيدرال او نيفو دو لا ليغ. فوالا هنا يا سؤال كيفاش تتخذ القرارات انت يا راك ايليغال او نيفو دو لا ليغ اي ايليغال او نيفو دو بيرو فيدرال سير كيل باز انت يا خديت هذا القرار ولا خديت القرارات اللي راهم يتخذوا من 15 ماي على مستوى المكتب الفيدرالي الى يومنا هذا ومن قبل المكتب الفيدرالي كما باش نفتح قوس خارج هذا المجال تاع الازدواجيه. انا نقول لك باللي حتى رئيس الفيدراليه وطالع بطريقه غير قانونيه لانك اذا رحت للماده 26 تاع القانون الاساسي للفيدراليه تقول لك باللي ما بين الجمعيه العامه العاديه والجمعيه اللي نهايه العهده والجمعيه الانتخابيه لازم يكونوا 60 يوم. حنا درنا الاولى في 1 افريل والثانيه في 15 افريل كاين 15 يوم النقطه الاولى. النقطه الثانيه في نفس الماده تقول لك باللي القائمه النهائيه تاع المترشحين لعضويه المكتب الفيدرالي هو الفيدرالية يكون عندك تحطهم على مستوى موقع الفيدرالية 15 يوم قبل الموعد. احنا حطيناهم في 3 ايام لو كومبل تلقى رئيس الفيدرالية اللي طالع بطريقة غير قانونية مترشح وعضو في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية طبعا كي تجي تفهم تحير. سيد ملياني كيف ترى؟ ما عندك تا حديث تار طبعا ازدواجية المناصب حتى انا نشوفه قطعا اسمعني شوف كمل بمشاكل اسمعني انت في غناء انا تفضل محمد داني معي حسين جنال عبر حاجة كمل. احنا اليوم رانا نتكلم على ازدواجية المناصب اللي راهي داخل الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وفي الفيدراليات الاخرى واحد ما يتكلم. نعطيك برك مثال على سبيل المثال هنا في الجزائر العاصمه عندنا 350 كارتيك شباب يوم السبت يوم السبت عندنا 300 في جريده الاكسبريسيون عندنا 350 ازدواجيه مناصب على مستوى ولايه العاصمه ولا تحرك ولا شيء. دونك يعني عندك في الفيدرال الجزائري كره القدم في الفيدراليات الاخرى وعلى مستوى الجزائر العاصمه عندك 350 ازدواجيه مناصب اللي ما زالت ليومنا هذا. جيد قيل والقول على الراوي بان حدثت خلافات بين اعضاء المكتب بعض اعضاء المكتب الفيدرالي والرئيس الحالي للفيدراليه.
قيل والقول على الراوي مناوشات كلامية بين مضور رئيس الرابطة بالتفويض وعمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي. قيل والقول على الراوي بأن أوكالي أيضا تلسن مع حكيم الدان عضو المكتب الفيدرالي. قيل والقول على الراوي بأن هنالك اجتماع في الخفاء ليلة اجتماع المكتب الفيدرالي حول قرارات ارتجالية حسبهم أو حسب أعضاء المكتب الفيدرالي قالوا يتخذها طبعا رئيس الاتحادية الحالي. قيل والقول الآن ليس على الراوي في وقت الحاج محمد روروة لم تحدث مثل هكذا مناوشات ولا أحد كان يستطيع حتى أن يدلي بدلوه أو يعطي رأيه طبعا أمام الرجل القوي سابقا في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. ماذا يحدث؟ هل شرف الدين عمارة يفكر في غربلة المكتب الفيدرالي؟ إن كان يمكن ذلك من ناحية القانونية سنفصل كل هذا معك محمد حملة ومع حسين جناد الإعلامي والنقد الرياضي. حسين جناد عبر سكايب أهلا بك. أهلا وسهلا سيك أمال، تحية لك والضيوفك الكرام والمشاهدي قناة البلاد. شكرا، ستبقى معنا فاتي الدقائق المتبقية وفي الجزء الرابع والآخر. قيل والقول على الراوي ويبدو أن لك أيضا مصادر خاصة بك حسين جناد. طبعا طبعا تفضل تفضل. طبعا لا، شوف انا المعلومه اللي عندي هو انه قبل المكتب الفيدرالي كان عقد اجتماع يعني حضروه 9 اشخاص من اعضاء المكتب الفيدرالي، وهذا الاشخاص ما ايش عجبتهم الطريقه تاع التسيير في الاتحاديه، وكانوا سجلوا عده نقاط وقالوا بانهم رايحين يوجهوا بها الرئيس في اجتماع المكتب الفيدرالي. ولكن باش نختصر عليك انه المعلومه اللي عندي داخل المكتب الفيدرالي في الاجتماع تاع المكتب الفيدرالي كاين زوج اعضاء فقط اللي واجهوا رئيس الاتحاديه والبقيه ولا واحد تكلم. كاين اللي واجهوا رئيس الاتحاديه كاين عمار بهلول وكاين رئيس رابطه الشلف طويل جلالي، هذو اللي تكلموا، اما البقيه ولا واحد تكلم. طبعا هل مواجهه عمار بهلول تراها بالمواجهه البطوليه للرجل تخلي اليوم بطل قومي في المنظومة الكروية، أم أن الرجل جرد ربما من صلاحيات كانت له في السابق مع الرئيس السابق؟ شوف يا كمال، انا لما نتكلموا اليوم مثلا نتكلموا على ازدواجيه المناصب، هذه اثرت في كثير من الاشخاص اللي اثرت فيهم لما قالوا لهم يعني اخرج هذا القانون تاع منع ازدواجيه المناصب. صحيح. انا اقول لك كاينه حاجه كمال، يعني نكونوا صراحه مع انفسنا. اليوم كيفاش مسؤول يرفض باش يتخلى على منصب ثاني وين هذا الشيء راهو قانون. هذا قانون صدر في الجريده الرسميه للجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه. اليوم اذا كان انت انا هذا الناس من المفروض يخجلوا نهار يجوا امام الكاميرات ويتكلم ويقول لك نحن نطبق القانون بحذافيره. انت بدا بنفسك طبق القانون على نفسك، اذا كان تحترم صح القوانين تاع هذه الدوله وهذا البلد اللي راك عايش فيه. اليوم كاين قانون الصرف الجريده الرسميه، انا اول شخص نطبقه على نفسي. اليوم العام الخاص يعرف بلي ان هناك قانون يمنع باتا ازدواجيه المناصب. علاش هذ الناس راهم مصرين على باش يبقى في منصبين وثلاث مناصب؟ جيد حسين جناد، لماذا هؤلاء يفضلون ازدواجيه المناصب؟ الجواب سيكون بعد الفاصل في الجزء الرابع والاخير معك ومع محمد بن حمله. بعد 10 دقائق الاخيره سنتركها للضيف لرئيس وداد تلمسان ولفريق لوات. من جديد نحييكم في الجزء الرابع والأخير. الحديث عن ازدواجية المناصب من الناحية القانونية. لازال معنا عبر سكايب حسين جناد. هل لك تعقيب؟ هل لك إضافة؟ هل لك اختلاف في رؤى رفقة حسين جناد؟ حسين عنده الحق، بس حكينا حاجة تانية لازم نتكلموا عليها اللي هي المادة 181 من القانون 1305 اللي تقول لك باللي وزير الشباب والرياضة ماشي الوزارة هو الذي يسهر على تطبيق القوانين. صحيح. وين راه الوزير واللي كان واللي راهو من 15 ماي اللي خلصت فيه المهلة اللي كانت عند أعضاء المكتب الفيدرالي حتى 2 أوت النهار اللي رانا نتكلموا فيه اليوم ورانا قاعدين نسجلوا فيه في هذا الحصة. حسين جناد هل لازلت معنا عبر سكايب؟
لا نستمع طبعا لحسين جناد في انتظار عودة طبعا حسين جناد عبر سكايب حتى نواصل الحديث طبعا حول هذا الموضوع. نكمل لك حاجة كمال. كاين واحد المادة اللي تلقاها في القوانين تاع الرابطات الجهوية اللي يقول لك لما يستقيل رئيس الرابطة هدايا من الرابطة لا يحق له ترشح من بعد. دونك هما واش داروا؟ حصلوا هنا طاحوا في هذا البلوكاج ما بين انا نديميسيوني من البيرو فيديرال اللي نروح ليه خطره في الشهر ويروحوا لي هذوك الامتيازات اللي راهم كاينين على مستوى الرابطه، ولو كان انا نديميسيوني مانيش راح نعاود نقدر نترشح خطره واحده اخرى. دونك كاين هنا هذا التخمام هذايا ما بين صلاحيات اللي راح يكونوا عنده ولا الامتيازات في المكتب الفيدرالي والامتيازات اللي كاينين على مستوى الرابطه. وقعدنا ندوروا في هذه. اسمح لي نزيد لك حاجه، كاين مراسله اللي كانت وانا المعلومه اللي عندي من عند الفيدراليه الجزائريه لكره القدم للوزاره باش هذا المرسوم اللي راهو كاين 21.06 هذايا باش يحبس، باش يتنحاو يعاود يتعدل هذايا مع يكون في نفس الوقت مع تعديل القوانين الاساسيه للفيدراليه اللي مازال على بلاش وقتها شاحنين داروا. يعني كل واحد يحوس الا على مصلحته عوض التفكير في مصلحه كره القدم. عندما يتحدث محمد بن حمله صدقوني بالله عبقرينه تاع الاعلام، مجتهد، تحس واحد مجتهد. كنا نقرا مع تلاميذ مع طلبه زملاء تحسوا بلي مجتهد يجتهد في التحضير طبعا لمثل هكذا مواضيع. حسين جناد تعليقك عدت الينا عبر سكايب. كمال انا علاش قلت لك على هذه النقطه؟ تفضل. اولا هذو مسؤولين، مسؤولين في قطاع الرياضه. واحد مسؤول كيديروا في هذا المنصب تنتظر منه الجديد، صحيح، تنتظر منه نهار يطبق القانون يطبقه صح بحذافيره، تفضلش جهه على جهه. صحيح. هذ الناس اليوم هما هذو اللي ما يحبوش يستقيلوا واللي يحبوا يبقاو حاكمين منصبين وثلاثه واربعه. هذ اليوم كيفاش يتكلم على القانون ويقول لك انا نطبق القانون وانا نعاقب وانا ندير وانا نعمل؟ وانت طبق، ابدا بنفسك اولا باش نعرفك نزيه ونعرفك باللي غدوه تطبق القانون. جيد. ونعترفوا بالشيء اللي راك تديره، ابدا اولا بنفسك. يا اخي انا هذا قانون صدر في الجريده الرسميه، انا ما نستناش حتى يعطوني مهله يقولوا لي استقل في التاريخ الفلاني ولا ما استقلتش نعاقبه. احنا صدر قانون يا اخي نحترم قوانين تاع بلادي، واول شيء نديره نستقيل، نختار، عطاهم الاختيار، ما قالوش استقيل من كل من منصبات او ثلاث. قال استقيل ابقى في منصب واحد. انا نختار المنصب اللي يساعدني ونشوف نفسي باللي صح راني رايح نقدم فيه اضافه لبلادي وللرياضه تاع بلادي نبقى فيه، والمنصب الاخر خليه الناس، ربما كاين ناس وكاينين ناس. حسين جناد اكيد عفوا المقاطعه، هل ترى اليوم بالفعل هناك شرخ داخل المكتب الفيدرالي بما انه في حديث بانه ما يتم تداوله عبر المحيط بان رئيس اتحاديه يستشير ناس خارج المكتب الفيدرالي في اتخاذ القرارات وفي تعيين اللجان، والبعض ايضا يقول بان اعضاء المكتب الفيدرالي يفكرون ايضا في تنحيه هذا الرئيس بطريقه او بطريقه اخرى؟ قراءتك. شوف كمال، احنا هضرناها ونعاودوها. انا نهار الانتخابات تاع 15 ابريل كنت هضرت كلام واليوم نعاودو لك. شوف كاين الحاجه الوحيده اللي راهي شاده الان هي نتائج تاع المنتخب الوطني. اكيد. شوف غدا لو كان الله لا يقدر يعني كاين تعثر للمنتخب، شوف ما يبقى حتى شيء. انا نقولها لك من الان، ما يبقى لا مكتب فيدرالي ولا اعضاء ولا رئيس ولا حتى شيء. الرياضة في الجزائر بصفة عامة اليوم فيها شيء واحد، فيها المنتخب الوطني الجزائري كرة القدم. غدوة لو كان هذا المنتخب يتعثر وكاش ما يصرى، ما يبقى حتى شيء، ما يبقى لا مكتب فيدرالي ولا شيء آخر. حسين جناد في دقيقة، هل تتوقع انتفاضة قرارات من ناحية القانونية؟ يعني كان يملك الصلاحية القانونية في تنقية المحيط من خلال هذا القانون تاع الازدواجية، يعني الزج بأعضاء المكتب الفيدرالي حول اختيارهم يا إما كأعضاء المكتب الفيدرالي أو الذهاب مباشرة كرؤساء الرابطات. كيف ترى المستقبل؟ أنت تقصد الرئيس في هذه الحالة؟ الرئيس في هذه الحالة، بارك الله فيك. بأن الرئيس أخر كثير، الرئيس اليوم راهو تجاوز 100 يوم منذ انتخابه على رأس الاتحادية. أكيد. الرئيس أخر كثير اليوم حان الوقت باش يقول يكون أو لا يكون. اليوم يلزم يبدأ ينقي في المحيط بتاعه، لأنه مستحيل يكمل بالطريقة اللي رانا فيها اليوم. جيد. مستحيل، ما تمشيش اليوم، ما تمشيش. يعني رانا نشوفوا حتى راهي عدة أمور راهي تحدث. نشوفوا مثلا واش راهو صار في مركز التكوين تاع في الأكاديمية تاع سيدي بالعباس، رانا نشوفوا واش راهو صار في المكتب الفيدرالي، واش راهو صار في سيدي موسى، يعني حوايج بزاف. اليوم الرئيس هذايا راهو غايب. اليوم من المفروض
هذا الرئيس يبدا من الان ينقي في المحيط تاعو، جيد، سواء في المكتب الفيدرالي او في الاعضاء او في المحيط تاع الاتحاديه. كان كاين ناس بزاف اللي يلزم يمشوا، وكاين تجديد يلزم يكون تجديد، لان الناس سائمه، يعني سائمنا اربع سنوات وحنا نشوفوا في وجوه اللي ما قدمت حتى شيء، بالعكس يعني تدهور كره القدم الجزائريه بشكل رهيب. شكرا. رانا نشوفوا اليوم، رانا نشوفوا واش رانا نحصدوا، انا نحصدوا واش زرعنا اليوم. ما بقاش عندها ثقه في هذا المستقبل وفي هذا الاشخاص، اللي عليه ان يفرض المنطقه تاعه ويطبق قانون ويفرض شخصيته. الشخصيه هي اولا وقبل كل شيء. شكرا لك. تعرف اللي كان الرئيس اللي هابوه واللي يخدموا يعني خدمتكم. شكرا لك حسين جناد على إطراء هذا النقاش، كنت معنا طبعا عبر سكايب. شكرا جزيلا لك. تعقيب ونغلق الملف باش نروح للضيف. حاجه كامل كي تشوفوا نيفو دي ليغ هذوما، وين راهم الرؤساء هذوما؟ راهم على مستوى هذا الرابطات. كاين واحد الاشكاليه راهي على مستوى هذا الرابطات، هو لا ريبارتيسيون دي طاش، يعني توزيع المناصب على في وسط الرابطات هذوما. وين ما عندكش درك نائب رئيس، كاين رابطات اللي ما عندهمش نائب رئيس. القانون الاساسي تاع هذا الرابطات يقول لك في حاله استقاله الرئيس يعوضوا النائب. دوك النائب ما كانش، ماشي بن حمزه، لا ماشي، نحكي لك على مستوى الرابطات مش على مستوى الفيدرالي. الحديث انه بن حمزه رئيس رابطه السعيده هو الرجل القوي اليوم. لا نحكي لك، نعطيك اكزومبل، الرجل الذي يؤتمن من طرف الرئيس الحالي. نعطيك اكزومبل، في عندنا عادي كل رئيس اتحادي عنده واحد مقرب ولا مقرب. نعطيك مثال، في عنابه بار اكزومبل عندك عمار بهلول في عنابه رابطه الجهويه لعنابه، ما كانش فيس بريزيدون، ما كانش نائب الرئيس. في القانون هي يقول لك لما يستقيل الرئيس يعوضه نائب الرئيس. صح، انت ما عندكش نائب الرئيس. وشنو هي لا سيتياسيون ستاتوتير اللي كاين الحل وراه الان؟ الوزاره لابد ان تدخل. هذا هو، باسكو الماده 181 من القانون 1305 تقول لك بلي الوزير هو الذي يسهر على تطبيق القوانين. جيد، لا خالدي سهر على تطبيق القوانين من 15 ماي ليومنا هذا، نتكلم لك على مستوى الفيدراليه، ولا 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 الوزير الحالي منذ تنصيبه على راس الوزاره. الحديث عن الوزاره السابقه التي دخلت في صراع مع الاتحاديه وبقيت تفكر الا في كره القدم، هو حديث لماذا اخفق الرياضيون في طوكيو. لا يمكن لنا حتى افتح قوسه ولا قوسه، لا يمكن لنا اليوم ان نلوم رياضي لم نقدم له ولا الامكانيات، لم نفتح له القاعات، لم نبعث به الى تربصات، لم نرفع من مستواه، لم ندخل لحياته اليومية كيف يعيش ظروفه المعيشية أو الظروف المزرية، لم نعطي له الدعم المادي والدعم المعنوي حتى يظهر بتلك القوة في الألعاب الأولمبية لطوكيو. من جهة أخرى أطرح تساؤل، ما سر صمت اللجنة الأولمبية؟ وما سر صمت مسؤولية الرياضة؟ وما سر عدم استقبال أقول البطلين فتحي نورين، البطل الذي اتخذ موقفا للتاريخ رفقة مدربه عمار بن يخلف، ولا أحد كان موجود في المطار في استقبال هؤلاء الأبطال. للأبطال أقول، رغم أن القرار هو قرار سيادي وقرار دولة التي شعارها الدولة الجزائرية مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وكأن بن يخلف أو نورين قام بخيانة وطن أو قاموا بعمل إجرامي، هكذا خيل لهم في طوكيو حتى عند وصولهم إلى الجزائر. فألف تحية وتقدير للأبطال، ولا يمكن لنا أن نلوم كل من أخفق في أولمبياد طوكيو، لأنه لم تقدم لا الإعانات ولا الإمكانات، وحتى في لما كان الحجر الصحي لم يجد هؤلاء أين يتدربون. محمد بن حملة، نفتح قوس ونقوس، أردت أن أتحدث حول هذا. باش نغلق معك القوس هذا يا كمال، كاين حاجة، كاين واحد الحاجة اللي هلكت هذا الرياضيين، هي تصفية الحسابات. لما يكون تصفية الحساب ومن بعد وشنو؟ تنحي الأول من بعد في دومينو كامل يروحوا موراه. تصفية الحسابات هي اللي عمرها ما راح تخلينا في الرياضة تاعنا نخرجوا. ولأول مرة ما نزلش نلوموا كاع الرياضيين اللي شاركوا، لأول مرة لماذا؟ في إخفاق نعم، في خيبة نعم، ولكن هل وفرنا أعطينا الناس هذو الإمكانات حتى يتألقوا في سماء طوكيو بحصد الميداليات؟ اليوم وراه بوتشيش وراه موسى الملاكم الأنيق يقولون أنه في وراني أجدر في مزرية، جاب ميدالية برونزية رفقة الزاوي ورفقة بوتشيش في لوس أنجلوس. نتحدث عن اللي فازوا بالميداليات في السنوات الأخيرة،
ولكن لا أحد يتذكر لا موسى لا الزاوي لا بوتشيش. هل استمرنا في موسى والزاوي بوتشيش؟ مثلا قال موسى تفتح له قاعة في وهران تاع الملاكمة يكون لك أبطال، عمار بن يخلف تفتح له قاعة تاع الجيدو في الجزائر يكون لك أبطال في الجيدو، نفس الشيء في ألعاب القوى، نفس الشيء في الرياضات التي فازت وتوجد بالألقاب. شيء جميع أنك تجي تنتقد، هل يمكن كشعب نولي اهتمام لهذه الرياضات؟ هل نحن كإعلام نتحدث عن هذه الرياضات؟ هل نقوم بتغطية هذه الرياضات حتى نأتي اليوم لكي ننتقد هؤلاء الرياضيين لأنهم لم يتوجوا بالميداليات؟ هل يمعدنا ثقافة الذهاب للقاعات لمشاهدة الجودو ومشاهدة التنس ومشاهدة السباحة ومشاهدة رياضات أخرى؟ خرجت على الموضوع ولكن سأدخل طبعا في موضوع آخر. سيد رشيد ملياني كرئيس وداد تلمسان، ماذا عن مستقبل الوداد؟ ماذا عن الضائقة المالية؟ ماذا عن التفكير في الموسم المقبل؟ يعني احنا ما علاش نفكروا بالموسم المقبل صراحة، تفكروا وتكمل يعني نكمل الموسم الحالي هذا يعني الضائقة المالية ما نقدروش نزيدوا، ما نقدروش نزيد. كاين بعض الناس نشكر المنبر، نشكر بعض كاين الناس تاع خفاء، زوج ولا ثلاثة تاع الناس خفاء صحيح اللي راهم يعاملوا الفريق ماديا ومعنويا، يعني الشيء الاخر ما كانش. هل مفيدة من السلطات الولائية للمدينة؟ ما عندناش حاليا، ما كانش طبعا. ما هي الاخطاء التي وقعتم فيها كإدارة بكل صراحة؟ هي فرصة اليوم انك تقول انا وقعت في اخطاء، ربما امضينا للاعبين بمبالغ خيالية، ما مشيناش حسب ميزانية الفريق، لان اليوم الاشكال في المنظومة الكروية محمد حملة حتى تكون تشارك معي، انه مثلا وداد تلمسان ما عندوش امكانيات يفكر في استخدامات تاع لاعبين فوق المبلغ تاعهم 100 مليون. انا اقول لك هذا خطا، نفس الشيء لجمعية امل علمي، لا نفس الشيء لاتحاد بالسكرة، نفس الشيء لنجم قرا. يا ناس انتم تقولوا ما عندناش الامكانيات الماليه وبعدها نسموا انه عندكم لاعبين المبلغ تاعهم فوق ال 100 مليون، هذا ايضا اشكال اليوم. ما كانش 100 مليون كاين. الخطا السي كمال هو اللي دخلت للفريق انا. الخطا انا دخلت ندمت. علاه؟ انا دخلت معناها كي تشوف الحاله اللي راه فيها الفريق انا يعني ما عملت صديق دمس يعني تجي شهر جونفي عندك شهر جونفي كانت البطوله في الجوله التاسعه ولا العاشره يعني. وانا الخطا الكبير اللي دخلت يعني ودخلت حبا للفريق وفت الرئاسه حبا للفريق، هذه الغيره تاع الفريق اللي خلاتني عفوا المقاطعه خلاتني نخطا. معليش تقول خطأت اني دخلت وبعدها تقبل انك تكون رئيس نادي؟ لا ما فيش تناقض، لا ما كاينش تناقض. معليش تفضل. حب الفريق وغيرة تاع الفريق اللي خلاتني نخطأ. صحيت. خلاتك دخلت الفريق. صحيت. ونتمنى هذا الفريق اللي ما باش ما يسقطش، يعني انا بعد نهاية موسم ساستقيل يعني ما نقدرش. ما توصلش يعني انا نكمل المهمة وان شاء الله هذه المهمة باش الفريق ما يسقطش. والناس تعرف تلمسان من هنا اللي احنا بين الناس، انا اللي استخدمت السي عمراني يعني اللي عملته في توا في وضع حرج، ما كانش عارف الوضعيات الفريق حقيقه صعبه، ما كانش عارف الفريق اللي كان في هذه الوضعيه صعبه، وضعيه اللاعبين يعني وضعيه اللاعبين كارثيه، كانت اللاعبين ما خلصيش 8 اشهر. قلنا في البدايه ان الوقت دهمنا قضيه ترتيب المباراه، قضيه مباراه غليزان تحددتها خرجت للعلن قلت فيه التسجيلات، ولكن ما سمعناش بعقوبه اللاعبين، ما سمعناش الاسماء التي ارادت ترتيب المباريات، ما رحتوش في القضيه مباشره يعني وكانه الملف تم ادراجه في طي النسيان. حول القضيه بكل صراحه يا فرصه. شكرا على هذا الموضوع سي كمال باش نوضح الامور. انا ما عندي حتى اسم تلعب في التسجيل صح، وما اتهمت حتى لعب. هو كان تسجيل ما بين من ومن؟ تسجيل كان ما بين انستادي و مسير تاع الفريق، مسير واحد ما مقرب للمسيرين تاع غليزان. تسمح لي مقرب هل هو مسيرين تاع غليزان؟ صح، ماهوش مسير رسمي في فريق غليزان، حتى مو هذا غليزان بارك الله، ماهوش مسير رسمي هذا ماهوش لا هو يقول مقرب هو ويقول باللي هذا المسير تاع غليزان كان معاه. معلش انا ما شفتهمش هذا في السجلات. هل فيه هنالك دليل مادي دليل معنوي يثبت بانه هذا الشخص هو مقرب من هذا الفريق وبانه من كلمه ايضا مقرب من فريق وداد تلمسان؟ ما
ما نقدرش. هل شكيتوا في بعض الاسماء تاع لاعبين؟ هل قلتوا في فتح تحقيق؟ انا ما شكيت والله ما شكيت. هل رحت المحكمه دفعت ديبوزيت بلانت يعني جريت بون؟ احنا سي كمال رحنا للمحكمه، لكن كاين كاين لوا فيفا، كي تروح المحكمه ما تقدرش تروح الفيدراليه. اه صح، ما تقدرش تروح تحط دوسي، لازم تحك تحط الملف في المحكمه. لو بينال يسبق له المحكمه ولا الفيدرالي؟ انتوا فضلتوا؟ احنا فضلنا الفيدرالي. فضلتوا الفيدرالي. هل تروحوا بعيد في هذه القضيه؟ لازم. شوف هل في حاجه نوضح الامور، يمكن يكون توتاتيف دو كوربسيون. معليش، هل في حاجه ولا توتاتيف كوربسيون يعاقب عليها؟ يعاقب عليها. معليش، الشيء اللي حب يخدم في حاله البقاء ماهوش اللاعبين. هل راح تسمحوا في القضيه مثلا في البقاء؟ قال خلاص المانت يا خلينا من هذه المشاكل. لا، احنا 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 نديفون لي تيك سبورتيف. صحيت، هذا الشيء اللي احنا الناس اللي هدرت على لي تيك سبورتيف. احنا الفريق الاول اللي عملنا ملف تاع لي تيك سبورتيف. جايس كانت في اي جوله هذه المقابله؟ الجوله يعني بعد قبل المقابله تاع بارادو، جوله 32. صح، باسكو كاين الكومونيكي اللي دارته لجنه الاخلاقيات اللي دارتها في لا جوله 30. سمح جوله 30 باختصار، باسكو هذاك الكومونيكي واش يقول لك؟ يقول لك باللي حتى للجوله 32 ما كاين حتى كاسيو سبي او نيفو دي ماتش. قريت نورمالمون الكومونيكي اللي كان في سيت عرفاف. دونك باسكو هو المقابله كانت قبل الجوله 32 و 32 يقول لك محمد الله يجازيك. انا ما كانش انا مستمر حبيت نسقسي فيها. تفضل تفضل سيدي. انا مشيت على حساب التسجيلات. وانا باش الناس تعرف تلمسان. انا ندافع على الفريق، عندي تسجيلات، انا ندافع. تدفعهم على فريق ويدافع. عندكم شك في المباراه؟ ما نقدرش نقول لك عندي شك. الفوز لم يكن رياضي، ام الفوز كان مستحق لفريق الفوز في الدقيقه 94 كمان. الفوز جاب دقيقة 94. ما تقدرش تقول باللي صح. جيد، قضية خالد زرمان ويبعدوا من الفريق من طرف عبد القادر عمراني، لماذا؟ يعني كانت مناوشات مع واش نقول لك، هذاك سيت اون كيستيون دو ديسيبلين يعني. صحت صحت. كلمة لأنصار، للجمهور، للسلطات، للاعبين، الطاقم الفني، ماذا يمكن تقول لهم كمسؤول أول الفريق؟ أنا كمسؤول أول الفريق نتمنى من اللاعبين والطاقم الفني والإداريين. جيد. لي سوبورتور تاع فريق وداد تلمسان الان لازم نوقفوا مع الفريق. هذا هو الوقت اللي لازم نوقفوا مع الفريق. كي تشوف انت الان، انا اليوم نقول لك باللي كي تشوف فريق مستهدف، انا كي نسمع تصريحات طلبات مسيرين تاع تصريحات تاع بعض يقول لك باللي الفرق لازم نعسوا الفرق اللي تلعب ضد وداد تلمسان. كاين تم الفرق تلعب النزول، ماهوش كاين فريق وداد تلمسان. جيد. وفريق وداد تلمسان قولها من فريق نزيه، وربحنا فرق تاع مقدمه الترتيب، كل الفرق تقريبا تاع مقدمه. تكون فريق ممتاز سيد ملياني. هل في هل تؤكد خبر تبرع لاعبي وداد تلمسان بمنحه؟ نعم. مستشفى تلمسان. نعم. منحه اهلي برج بوريج. نعم، تكلم معايا قائد الفريق. الحمد لله. وقال قائد الفريق سي زناسني، ونشكر اللاعبين اللي نشكرهم. شكرا سيد ملياني، بارك الله فيك. بارك الله. كنت سعيد بتواجدك معي طبعا، اول مره كان ناطق رسمي وثاني مره كرئيس. نشكرك كمان، نشكر قناه بينا، نشكر الاخ. الله يعيشك. بارك الله. شكرا محمد بن حمله. شكرا كمال، وسعيد دائما بوجودي معك. شكرا بارك الله فيك. وانا بدوري طبعا احيي كومان رفيق من شلف، متابع وفي للبرنامج، وجوني حي باجيجا هذا الممثل الرائع، الفنان الذي يبدع ويمتع. وانا ايضا بدور نحيي باجيجان، حيو باجيجا العالميه طبعا، والد رئيسي. نتمنى له عطله سعيده. زاكي كنت في الاخراج دائما مبدعا، جوني غيلاس طبعا. ذكروني بمهندس الصوت الله يجازيكم طبعا صديق، واللي قام طبعا بوضع طبعا الميكروفونات الخاصه بهندسه الصوت يعقوب، بارك الله فيك. وتحية أيضا قلت لوليد مرجاوي طبعا رئيس قسم الرياضي، وأيضا المشرف معي اليوم في هذا العدد أمين فقير. تحية طبعا خاصة لكل هؤلاء. أختمها طبعا بهذه المقولة: شيء جميل أن تكون هنالك هبة شعبية لمساعدة مرضى كوفيد 19، ولكن الأجمل أن تكون هنالك أيضا هبة تضامنية لمرضى السرطان يعانون في صمت، هبة تضامنية للأرامل والأيتام، هبة تضامنية
من يعيش في ظروف مزرية، هبة تضامنية من يعيش من أمراض مزمنة أقعدتهم الفراش، هبة تضامنية لشيوخ وعجائز. يبقى الجميل والأجمل في كل هذا هي هذه الهبة التضامنية التي نتمنى أن تدوم وتدوم لأمراض ولمرضى آخرون يعانون في صمت، خصوصا أمراض مرضى السرطان. ليلة سعيدة في أمان الله.